يومك بالحب، ابدأ يومك بالتفاؤل، ابدأ يومك بالابتسامة الحلوة. بمناسبة الحب خلينا نتكلم عن مقولة كلنا عارفينها، المقولة كنا دايما بنسمعها: وما الحب إلا للحبيب الأولي. أنا النهاردة جاية أقول لكم الكلام ده كلام فاضي الحقيقة، ما فيش حاجة اسمها حبيب أولي ولا حبيب آخر، ولا كمان الحب من النظرة الأولى اللي الناس كتير بيمشوا وراه بيقولك أصل أنا حبيتها أول ما شفتها، أصل أنا حبيته أول ما شفته. ده كلام مش علمي ومش حقيقي. ومعانا دراسة النهاردة كندية بتقول لنا إن حب أول نظرة ده وهم كبير مش حقيقي، وإن الصداقة هي الحقيقي أو هو فعلا منبع الحب الحقيقي. وده كشف بعض استطلاعات كبيرة إن ثلثي العلاقات الرومانسية بتبتدي من الصداقة. أنا شايف فعلا الصداقة هي افضل باب للحب. ليه؟ لان انتوا بتعرفوا بعض بشكل افضل، بتبقوا عارفين بعض على حقيقتكم، محدش بيتجمل قدام التاني. فمعنى ان الصداقه تتقلب لحب ان انتوا فاهمين بعض كويس جدا، ان انتوا عارفين بعض كويس جدا، محدش هينصدم في حد او حد هيكون بيبين غير الطبيعي او غير الحقيقي، فهيبقى حب حقيقي مش هيبقى اعجاب ولا هيبقى مجرد انبهار بشكل ولا بشخصيه ولا بحاجات قشريه، لكن هيبقى حب من اللي بيكمل العمر كله.